أعزائي المشاهدين، أجمل تحية وأرق سلام، وأهلا ومرحبا بكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة من المجلة الثقافية. في أولى صفحات هذا العدد يبدو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو يفتتح فعاليات أيام الشارقة الثقافية في مدينة مارسيليا الفرنسية قبل أيام قلائل. البداية إذن مع رسالة الزميل محمد خلف من هناك. مارسيليا هي العاصمة الثقافية لأوروبا للعام 2013، والشارقة هي العاصمة الثقافية للعالم العربي عام 98 وللعالم الإسلامي عام 2014. من هنا جاءت الدعوة الفرنسية للشارقة للمشاركة في احتفالاتها، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لبت دائرة الثقافة والإعلام هذه الدعوة، حيث نظمت مجموعة من المعارض الفنية والتاريخية والتراثية. بدأت جولة صاحب السمو حاكم الشارقة في المعارض بالاستماع إلى شرح من السيد علي المري مدير عام دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للدراسات الخليجية حول معرض الخليج في الخرائط القديمة، وهي من مقتنيات الدارة والتي توضح اهتمامات الدارسين والباحثين التاريخيين والجغرافيين في منطقة الخليج على مر العصور. ثم انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمعرض الفنون التشكيلية والخط العربي بأنواعه المختلفة، ليستمع من السيد هشام المظلوم مدير إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام حول أهم مشاركات إدارة الفنون وبنال الشارقة الدولي للفنون ومهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة. كما حضر صاحب السمو حاكم الشارقة ورشة حية للخط العربي وبحضور معالي جاك لونغ وزير الثقافة الفرنسي السابق رئيس معهد العالم العربي في باريس، والشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وسعادة محمد مير الرئيسي سفير الدولة لدى فرنسا. وقدم الخطاط الإماراتي خالد الجلاف لوحات لمختلف الخطوط العربية تحمل أسماء الضيوف والمشاركين في الفعالية. بعدها استمع صاحب السمو حاكم الشارقة من السيد عبد العزيز المسلم مدير إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام وبحضور أعضاء الوفد المشاركين في الاحتفالية إلى شرح حول أهم السفن والمراكب المستخدمة في منطقة الخليج وتاريخها واستخداماتها التاريخية. وفي نهاية الجولة استعرض مجموعة من مؤلفات سموه البحثية المتخصصة والتاريخية والأدبية والمسرحية وسيرته الذاتية. كما تحدث سموه لوسائل الإعلام الفرنسية مبديا إعجابه بالمدينة الفرنسية واهتماماتها الثقافية والعلمية، ومتمنيا المزيد من علاقات التعاون بين الشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية وبين مارسيليا عاصمة الثقافة الأوروبية. وعلى أنغام فرقة الفنون الشعبية التابعة لدائرة الثقافة والإعلام اختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة زيارته لمارسيليا، وكان في وداع سموه ميشيل فازويل نائب رئيس الوزراء الفرنسي لشؤون العلاقات الخارجية وعدد كبير من المشاركين في المنتدى الاقتصادي للبحر المتوسط وشمال إفريقيا واحتفالات المدينة الفرنسية بلقب عاصمة الثقافة الأوروبية. من السادس إلى السادس عشر من هذا الشهر عاشت الشارقة مهرجانا حقيقيا للكتاب في معرضها الذي أصبح رابع أكبر معارض الكتب في العالم. وبعد انقضاء أيام هذا العرس الكبير تبرز الأرقام، فنتوقف عندها بكل فخر واعتزاز. وأسدل الستار على معرض الشارقة الدولي للكتاب وطوى صفحته الأخيرة في جزئه 32، مودعا ضيوفه وزواره وكل عشاق الكلمة المقروءة ومحققا نجاحا لافتا وأرقاما مبهرة. فلأول مرة في تاريخه
يتجاوز عدد زواره المليون زائر من داخل الإمارات ومن خارجها، منهم نحو 150 ألف طالب وطالبة على مدار 11 يوما بين 6 و16 من نوفمبر الجاري، في حين استقبل العام الماضي نحو 600 ألف زائر، منهم نحو 80 ألف طالب وطالبة. واحتضن المعرض أكثر من 400 ألف عنوان، واستمتع زواره وجمهوره بمتابعة أكثر من 500 فعاليات متنوعة ضمن البرنامج الثقافي والفكري المصاحب، والذي تنوع بين ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية. وحقق المعرض نتائج قياسية على صعيد الزوار والضيوف والمبيعات، فضلا عن المشاركة المتميزة في فعاليات المعرض وبرامجه الثقافية والفكرية، والحضور الإعلامي الكبير الذي شمل صحفا ومجلات وقنوات تلفزيونية عربية وأجنبية. فعلا إنها لسعادة غامرة بالنتائج المبهرة التي حققها المعرض هذا العام. وقد كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمام سموه الشخصي والمباشر، كان له الأثر الأكبر في هذا الإنجاز، حيث إن المعرض يجسد الرؤية الحكيمة لسموه بأن تصبح القراءة وسيلة لبناء الإنسان ثقافيا ومعرفيا وحضاريا، وأن تظل الشارقة منارة للثقافة الثقافة العربية والعالمية الجادة والراسخة. ومن متابعاتنا الثقافية رصدنا معرضين فنيين ضمن المعارض الفنية التي أقيمت هذا الأسبوع في ربوع الشارقة، مع نتابع. من متابعاتنا الثقافية في ربوع الشارقة هذا الأسبوع افتتاح الشيخ حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون في المؤسسة المعرض المشترك أنظر إليك ولا أرى شيئا، الذي يشارك فيه 15 فنانا ينتمون لمدارس الفن الحديث ويقدمون تجاربهم بأعمال تستند إلى مدارس الفن المفاهيمي. وحضر الافتتاح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وهشام المظلوم مدير إدارة الفنون، ونوار القاسمي مسؤولة الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة الشارقة للفنون. احنا اليوم معرض اسمه انظر اليك ولا ارى شيئا، وهو من اعمال فنانين مختلفين، والاعمال كلها تفاعليه وتركيبيه وتركز على الضوء وعلى الاصوات. والهدف من هالمعرض ان يعني نجذب جمهور جديد، وهم الجمهور الصغار اللي مش متعودين على مثلا معارض الفنون التقليديه. الحين التكنولوجيا الحديثه نستخدمها في المعرض، من عندنا أعمال بتشوفونها هني في المعرض، أعمال على جزيرة العلم اللي يمكن شفتوها من كم من يوم، والأعمال كلها تعتمد على تفاعل الإنسان على الزائر، تفاعل بصري صوتي وعلى حالته النفسية لما يدخل العمل. فالأعمال ما تكتمل إلا لما الزائر يدخل فيها أو يتفاعل معها. وجربنا بهالمعرض إنه شوي يعني نطلع من المعارض المعتادة اللي نسويها في المؤسسة، فاستخدمنا مثلاً في أشياء تلبسينها عشان تشوفين الأعمال، غرف فيها أصوات فيها إضاءة، في أشياء ممكن تكون خطرة على بعض الزوار بس
في النهاية هي تفاعلات جديدة بالنسبة للزوار وأشياء بسيطة في نفس الوقت، إن الواحد مش شرط يكون فنان أو يعرف الفن عشان يستمتع بالأعمال الموجودة، ممكن أي حد يدخل المعرض ويحس بأشياء حلوة، وفي نفس الوقت الأعمال اللي في المعرض كل زائر يشوفها بطريقة مختلفة أو يحس بأشياء مختلفة، لأنها تعتمد على إحساس الإنسان وعلى ذهنه وعلى تصرفاته في العمل، فكل واحد يطلع بتجربة جديدة ومختلفة. وتواصلت فعاليات المعرض في جزيرة العلم لرؤية العمل التركيبي الضوئي سبيكترا الذي يقدمه الفنان ريوجي إيكيدا. وأعلن سمو الشيخ حور القاسمي عن تواصل عرض العمل سبيكترا المضاء في جزيرة العلم حتى 23 من نوفمبر كاحتفالية سابقة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي العمل ضمن مجموعة الأعمال المشاركة في أنظر إليك ولا أرى شيئا، وهو من تقييم أوليفي فارين ونيكول ديرلينغ بالتعاون مع مونا متحف الفن القديم والحديث في تسمانيا أستراليا. تجارب فنية إماراتية مبشرة تنعكس من خلال معارض هدفها الرئيسي نشر الثقافة الفنية التشكيلية ومحاولة كسب دماء جديدة ترفد الساحة الفنية الإماراتية بوجوه مشرقة تسهم في إضاءة المشهد الفني والدفع بالحركة التشكيلية إلى الأمام. وهنا في مركز الذيد للفنون تبدو العلاقة واضحة تشع بالشراكة الحقيقية والمتكاملة بين نشاطات إدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام التي تنظمها في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، من إقامة المعارض الفنية من تصوير ورسم وخزف وحفر وسيراميك، وكذلك برنامج الورش والتدريبات الذي يستفيد منه الهواة في مجالات الفنون كافة. معرض رؤى معاصرة من الإمارات الذي نظمه مكتب إدارة الفنون في المنطقة الوسطى يعنى بالفن الحديث والمعاصر لمجموعة من أبناء الإمارات من الفنانين الشباب من الجنسين. وحضر الافتتاح راشد عبد الله المحيان عضو المجلس الاستشاري في الشارقة رئيس مجلس أمور الطلبة في الذيد، وهشام المظلوم مدير إدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ومجموعة من الفنانين والمهتمين وطلبة المدارس. رؤى معاصرة من الإمارات معرض يقدم 42 عملا فنيا تنوعت في المذاهب والمدارس الفنية والأساليب ما بين الانطباعية والتعبيرية والتجريد، وقدم كل فنان رؤيته حسب تجربته الفنية ورؤيته الخاصة في استخدام المواد التي تتناسب مع ما يود طرحه من موضوعات تشكيلية. في هذه الصفحة نزور فنانا في صومعته ونطرق باب الإبداع عنده الذي يفضي بنا إلى عالمه المليء بالدهشة والجمال. وهذه المرة نزور الفنان التشكيلي والخطاط الإماراتي المبدع خالد الجلاف، فلنتابع. خطاط فنان بينه والخط علاقة
سماتها العشق والأصالة والتماهي، تكاد الحروفية تتملكه ويكاد هو يتنفسها في كل لحظة من عمره. وقد أحب فن الخط منذ أن كان فتى يتلمس طريقه في دروب الحياة، فإذا به يقف مبهورا أمام روعة وجلالة الحرف العربي، ويبدأ يتعلم بعينيه الراحلتين في فضاءات الخط المديدة، ثم يبدأ الإمساك بالريشة مقلدا ما يراه، والشغف يملأ نفسه وكيانه حتى يجري حب الخط في دمه ويمتزج مع نبض فؤاده. خالد الجلاف خطاط وفنان إماراتي مبدع، زرناه في صومعته لنشاهد بعض ملامح عالمه النابض بالخطوط والانحناءات والالتواءات المتناسقة والتي يشكل منها لوحات تبهر العيون. ترى هل الخط العربي هو توصيل أحرف ببعضها البعض؟ كلا، هو بالتأكيد أكبر من ذلك، يصل إلى حد البراعة في البلاغة. الخط العربي ليس كباقي خطوط الأمم الأخرى، هو فن بذاته، فن متكامل، ليس أداة لتوثيق المعاهدات أو توثيق الكلام، إنما هو فن بذاته. اتخذه العرب والمسلمون فن بعدما رأوا أنه فيه مقومات التشكيل وأيضا مرونة التشكيل، فوجدوا منه مادة فنية متكاملة. الخط العربي بالنسبة للفنان العربي يعتبر أولا من باب الهوية له، كونه يعني يكتب صورة الحرف الذي ينطق به. ثانيا هو الذي أوجد هذا الفن، فهو مخترعه، لذلك اهتم به اهتماما كبيرا. كذلك أيضا الخط العربي يعني من قوته أنه يعني يكتب به نفائس الأمور وأكثرها قدسية، ألا وهو كلام الله تبارك وتعالى وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك اكتسب هذه الأهمية مما يكتب به. الخط العربي بالنسبة لنا اليوم هو رجوع إلى الجذور وأيضا بحث عن التاريخ المفقود، فهو أكبر من مجرد يعني كتابة جمالية، فيه كل مقومات الجمالية في الفنون، وإضافة إلى ذلك ما ذكرته في علاقته بالتاريخ، علاقته بالجذور، علاقته بالهوية كوننا عرب ومسلمين. خالد الجلاف خطاط ماهر وبارع وقارئ ومطلع ومثقف، وسيرة وخبرة طويلة في فن الخط والحروفية، وقد أوصلته ساعة اطلاعه إلى هذه المكانة وساعدته على تحقيق هذا المستوى الرفيع، وليس فقط ممارسة الخط. بلا شك يعني من أحب شيئا يعني بحث فيه ودرس فيه حتى يصل إلى معرفته بالكلية، حتى يستطيع أن يعطيه ولو جزء قليل يعني. فأنا ابن هذه الحضارة وحفيد أولئك العظماء من الفنانين ومن العلماء ومن المثقفين العرب الذين أبدعوا كل هذه الخطوط التي تراها اليوم، ولن أستطيع أن أبدع شيئا جديدا ما لم أعرف أصل هذه الكتابة وفلسفة هذه الكتابة التي أبدعها أولئك القدماء. فلا بد لي من الاطلاع عن الاطلاع في أمهات الكتب التي ذكرت الخط، ثم الاطلاع على نماذج تلك الخطوط، ثم قراءة ما كتبه الآخر عن فن الخط، وأقصد بالآخر غير المتحدثين به ممن أعجبوا بهذا الفن من الغرب ومن الشرق يعني. لذلك لا بد أن أكون ملما بجوانب عديدة من جوانب هذا الفن، معرفة نواحي الجمالية فيه حتى أستطيع أن أعطيه ولو قليل من الإضافة. Thank you.
في نظر خالد الجلاف أن الخطاط يجب أن يعيش الإبداع وأن يمارسه دون انقطاع أو توقف، وخاصة في الخط، حتى لا يؤثر ذلك على مستواه وعلى جماليات العمل الفني الذي يقوم به. بلا شك، يعني أولا نرجع إلى الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب حتى يتعلم فن الخط. هو فن ليس بالسهل، ولا أريد أن أصعب الموضوع، ولكنه فن جاد، يعني يتطلب فترة زمنية طويلة حتى تعرف أسراره. فإذا عرفت أسراره استطعت أن تكتبه. هذا واحد. الشيء الثاني أن فترة زمنية التي تستغرق لتعلم أغلب وليس كل أسراره لا تقل عن 8 سنوات من التعليم المستمر، من الصبر والجلد. الشيء الثالث في الموضوع، لابد أن يعني تمارس وباستمرار وتثابر وباستمرار، لأن ما تعلمته من المدرس اليوم إذا لم تمارسه قد تنساه، وقد يضعف خطك إذا لم تمارسه في يوم واحد من الأيام. وكما قلت قبل قليل أنه صحيح كان الخطاط يستطيع أن يميز بين ما يكتبه يوم الخميس وما كتبه يوم السبت، لأن أفضل خطوطه هي تلك التي كتبها يوم الخميس، لأنه استمر من يوم السبت إلى يوم الخميس وهو يكتب، وأضعفها هو ما كتبه يوم السبت، لأنهم كانوا في العادة يتوقفون يوم الجمعة لأمور العبادات والزيارات والقيام بأدوار أخرى عائلية وغيرها يعني. وهذا حقيقي، لا بد من الاستمرارية ولا بد من المثابرة لهذا الفن العظيم. إن الخطاط الإماراتي المبدع خالد الجلاف واحد من أبرز وأهم الأسماء في مجال الحروفية العربية في الإمارات، وأحد الذين سطروا وما زالوا يسطرون ملاحم هذا الفن العريق والأصيل في الإمارات والوطن العربي. وقبل أن نودعه ونختم هذه الزيارة إليه، قال كلمة حق في صاحب الفضل عليه وعلى كل الخطاطين بعد الله سبحانه وتعالى: إذا كان لهذا الفن من باعث فالفضل بعد الله تبارك وتعالى إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. فنحن بدأنا نتعلم الخط في فترة لم يكن هناك فيه خط في دولة الإمارات، وكان هذا الفن يمر بفترة عصيبة، وكان كاد أن يعني يندثر هذا الفن، ولكن اهتمام سموه بهذا الفن جعل لهذا الفن مقاما ليس على مستوى دولة الإمارات بل على مستوى العالم ككل. فمنذ بداية يعني مشاركاتنا في المعارض الجماعية، أيام كنا في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وكان سموه يحضر الافتتاح ويشجعنا نحن الخطاطين بشكل خاص، يعني لأنه كان دائما يقول: أنتم أصحاب الفن الأصيل. وبهذا نكون قد طوينا وإياكم آخر صفحة من صفحات هذا العدد من المجلة الثقافية. لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.